أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، عشنا نحن وإياكم في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، مع كتاب الله عز وجل، مع آيات الله سبحانه وتعالى، ومع حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع سيرته وسيرة أصحابه. لله ما أروعها من دقائق، ولله ما أروعها من لحظات، وأنت مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سيرة سيد الخلق، سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ومع سيرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كانوا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس سيرتهم، ونحن حول أولى القبلتين وثاني المسجدين، وعلى ظهر أرض الإسراء والمعراج، مذكرين الماضي بالحاضر، وليتكون بإذن الله عز وجل المجد والعزة لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل الشكر والتقدير لمديرية أوقاف تركرم التي أشرفت على هذه المسابقة. كل الشكر والتقدير لإخواننا الذين رعوا هذه المسابقة وحرصوا عليها كل الحرص، لتكون وتبقى نبراسا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشعب المجاهد الصابر المحتسب عند الله عز وجل. وكنا معكم في هذه المسابقة بصحبة تلفزيون السلام، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا كله في ميزان الحسنات. إخواني، هذه أيام مباركة من شهر رمضان ومن أيام العيد، ليكون العبد مع الله عز وجل، ولتكون القلوب بأكملها، كل قلوب المسلمين مع بعضهم البعض، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. ومع السؤال 30 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فمات على الطريق. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فمات على الطريق، فدفنه عليه الصلاة والسلام ولحده بيده صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ رضي الله عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم إن أول غيث الندى.
يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى